برحب بيكم في حلقة جديدة النهاردة، ودي تاني حلقة لينا النهاردة. قررنا ان احنا نرتب الابراج بناء على طلبكم. مين هم الابراج الاكثر تبذير؟ تبذير يعني ابراج كفييسة كده، بيصرفوا على نفسهم ويحبوا بيحبوا الصرف، يعني مبذرين مش بيحوشوا كويس، بيحبوا يصرفوا. لو اديت لهم 20 مليون جنيه هيفرتكوهم بسرعة. انا مش هقول كرما، بس هم مبذرين قوي. يعني في ابراج كريمه وفي ابراج مبذره. يعني مبذره ده لو بتصرف كتير يعني، ويهتموا قوي بشكلهم ويصرفوا على نفسهم ويصرفوا على الناس اللي بيحبوهم، فييسه يعني. الابراج الفييسه. مش عارفه نرتب من تحت ولا نرتب من فوق، تختاروا ايه؟ يعني نرتب من الابراج من تحت ولا من فوق؟ الابراج الاكثر تبذيرا وتفييس بقى، فييسين ويحبوا يصرفوا فلوس قوي، ويعني وديت لهم ما بيحوشوش خالص. طيب في المرتبة 12 هيجي برج الجدي. برج الجدي من الأبراج اللي لازم يكون عنده بلانز في المصاريف، لازم يكون عارف هو بيصرف فلوسه فين. مش صريف قوي. الجدي بمنظم في مصاريفه، مش هقول بخيل، بس هو بيصرف الحاجة الصح في المكان الصح. يعني ما بيصرفش اي حاجة كده، لا منمق. مع ذلك الجدي بيصرف على نفسه كويس قوي. يعني الجدي تلاقيه يلبس براند، يلبس حلو، بس هو مش من الابراج الفييسة يعني. طيب قولولي مين التلات ابراج اللي تعتقدوا هما الاقل تبذيرا والاكثر تبذيرا على الاطلاق؟ يعني قولولي توب 3 فوق وتحت يعني. طيب يا جماعة بردانة جدا، الجو برد قوي. قولولي اصلا الجو عندكم عامل ازاي؟ مش عايز اقولكم ان انا ايديا ساقعة وبترتعش يعني. طيب بعد برج الجدي هيجي برج غريب جدا هتستغربوا قوي، هو برج السرطان. برج السرطان برضو مش من الابراج المبذره، بالعكس السرطان قبل ما يحط جنيه في مكان بيبقى دارس كويس قوي، ومش هوجائي ومش عشوائي، يعني مش فييس. يعني السرطان مش هقول عليه بخيل، بس هو مش مبذر. طيب في المرتبه العشرة هيجي برضو برج هتستغربوه جدا جدا، وهو برج العقرب. برج العقرب برضو هو نزيه في نفسه وبيحب نفسه كل حاجة، بس هو مش فييس قوي، مش مبذر يعني. دول اكتر تلات ابراج. ندخل بقى المنطقة الوسطى شوية، اللي هم الناس اللي في النص، اللي هم ولا هم مبذرين قوي ولا هم حريصين قوي، يعني هم ايه متوسطين شوية يعني. طيب في المرتبة التاسعة، تدونا انا في برج مسقطان، هيجي برج التور. برج التور كريم جدا على فكرة، بس هو مش مبذر. يعني هو عارف هو هيحط فلوسه فين، عارف هو هيحطها امتى، عارف هو هيبقى يعني منظم في مصاريفه. فانا مش هقدر اقوله ان هو مبذر، بس التور كريم على نفسه جدا وكريم على الناس اللي بيحبهم. فانا يعني انا عمري ما شفت حد تور في حياتي على فكرة، وعندي اصدقاء وعندي ناس قريبين مني جدا تور، عمري ما شفتهم بخلة. بس في نفس الوقت هو مش مبذر، يعني هو ما يصرفش فلوسه كده هباء كده، هو مش فاهم هو بيعمل ايه. عمر وطي صوتك. طيب بعد كده في المرتبة الثامنة هيجي عندنا برج الحوت. برج الحوت انا ممكن نعتبره من اكتر الابراج كرما، الا ان هو برضو محلل، بيحلل حاجات كتير قوي، فتلاقيه دايما عارف اولوياته، بينظم نفسه، ما بي يعني مش هقول حريص في صرف فلوسه، بس هو وسط يعني مش مبذر. فالحوت يعني نو ويت قبل الحوت، هو مش حريص وفي نفس الوقت مش مبذر، بس هو مش بيصرف وخلاص، هو عارف بيصرف فلوسه فين. مع ذلك الحوت كريم جدا، يعني الحوت والتور كرمة جدا، بس مش مبذرين. خدوا بالكم في فرق ما بين الكرم. كرم يعني شخص مش بخيل على الناس، بس هو يعني مش فييس قوي زي الابراج اللي احنا هنقولها في التوب ايه، في خلاص اللي هم الستة اللي فوق. جينا بقى خلاص اللي هم الابراج الاكثر بقى ايه تبذير وتفييس، يعني اديهم فلوس كده وهيفرتكوهم. في المرتبة السابعة هيجي برج العذراء. في ناس ممكن تتهم العذراء ان هو حريص شوية او بس، العذراء لا، العذراء على فكرة مبذر. العذراء تلاقيه مثلا يا جماعة انا مضيعة فلوسي كلها في الاونلاين شوبينج، لا انا يعني اصح ممكن ابقى عاملة بلانس، بس انا لو معايا فلوس هصرفها، ما بحوش قوي برضو. فالعذراء حتى الاب والام العذراء هتلاقوهم كرمة وفييسة مع اولادهم، يعني مبذرين مع اولادهم. يعني اقول لكوش انا بعمل ايه مع اولادي، او انا شفت ابهات عذراء، حتى الرجل العذراء تلاقيه بيلبس ولاده احسن لبس، يوديهم احسن مدارس. فالعذراء مبذر وفييس قوي، يعني ايه بيصرف يعني. طب جينا بقى في التوب 6، عايزاكم تتخيلوا مين اكتر ست ابراج مبذره، يعني دول بيصرفوا بزخ كده، بيصرفوا اوفر يعني اوفر اوفر يا محسن بيه. طيب في المرتبه السادسه هيجي عندنا برج الجوزاء. برج الجوزاء يا جماعه مبذر جدا، ما بيحوش خالص، اديله مليون جنيه وقول له انطلق على طول. يعني الجوزاء مش من الابراج اللي النووي تلاقيه حريص، مش بخيل خالص،
ومبذر يعني، هو مبذر جدا جدا. عندي صحاب كتير جوزاء يا جماعة، يعني ريم صاحبتي الجوزاء، علا ماي بيست فريند جوزاء، فعندي جوزائيين كتير جدا في حياتي. وبطلوا طلاق عشان انا ما بحبش برج الجوزاء. انا رشا مراد بحب برج الجوزاء عادي، they are close to me، وعندي ناس كتير جوزاء. طيب كل ما افتكر الموضوع والبادي لانجوج اللي عملته امبارح وافتكر حركه ايدي وحركه الاشارة بتضايق. طيب في المرتبه الخامسه وبجداره هيجي برج الميزان. برج الميزان ده يا جماعه فييس قوي قوي قوي، صريف كبير جدا جدا جدا. لا هو بيحب الصرف، هو بيحب الشوبينج، بيحب هو ستايلش كده، بيعرف يلبس حلو قوي. من اكتر الابراج اللي جوزاء على فكره وميزان بيلبسه حلو قوي، يعني يصرف فلوسه على لبسه، على البرفيومز بتاعته، على شكله، على هو فييس كده، هو برج على اكله، على خروجاته، على فهو مبذر جدا يعني، ما يعرفش يحوش اصلا. هتلاقي الميزان مش بيحوش والحاجات دي خالص، واللي في جيبه مش ليه كمان يعني. طيب دخلنا بقى خلاص للتوب 4. عايزاكم تتوقعوا مين التوب 4 بليز، احسن حد هتوقع يعني، اشطر حد هتوقع بالظبط الترتيب يعني ليه هدية. طيب في المرتبة الرابعة هيجي برج ال ها قولوا برج الاسد، برج سوري برج الدلو، برج الدلو انا لخبطت، برج الدلو. برج كريم جدا، فييس قوي، مبذر جدا جدا. برج الدلو برضو من الابراج اللي بتهتم بمظهرها قوي، بشياكتها، بيهتم بولاده، دلو فلوسه على طول يعني، مش بيحوش، بيحب الشوبينج جدا. اي حد دلو تلاقيه بيعشق شوبينج، يشتري هدوم كتير، يهتم بمظهره، يشتري براند عاليه، فهم مبذرين يعني. على فكره في ابراج تانية يعني، عذراء برضو بيهتم بشكله، التور بيهتم بشكله جدي، بس دول بيبذروا بزياده يعني، هم مش ما بيحسبوش كده، هم مبذرين عندهم تبذير، بيصرف فلوس كتير يعني. طيب في الطب بقى خلاص دي وصلنا للمرتبه الثلاث مراتب الاولى. في المرتبه الثالثه هيجي برج الاسد. برج الاسد يا جماعه ده عنده بذخ، عنده عطاء، عنده صرف بكتير، اوفر 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 يعني. فهو مش من الابراج البخيله خالص ولا الحريصه، ودايما هتحس ان هو عطاء، عايز يدي، كريم، هو عنده جود وكريم وتبذير كمان. طيب في المرتبه الثانيه عايزاكم تتوقعوا مين المرتبه الثانيه والاولى، اكيد انتوا خلاص توقعتوا. في المرتبة التانية وبجدارة بيجي برج الحمل. برج الحمل برضو من الأبراج المبذرة الفييسة قوي قوي، اللي ما يحبش يتعب نفسه، يحوش ويعيش حياته، يستمتع بفلوسه. فهو من الأبراج اللي مش هقول عليه بقى، عمرك ما هتقابل الحمل بخيل، ولا عمرك هتقابل حمل حتى حريص. طب في التوب 1 عندنا برج أكيد توقعتوه، برج القوس. برج القوس يا جماعة أوف، تبذير أوفر أوفر أوفر، بيصرف فلوس كتير جدا، مش بيحوش خالص يعني، اديله 20 مليون جنيه اصرفهم لك في يوم. بيحب يسافر، بيحب ينتعش، بيحب الحياه، فهو من كتر حبه في الحياه فبيحب ينطلق. طيب يبقى احنا قلنا توب 3 قوس، حمل، اسد، دلو، يعني انا هقول دلو معاهم عشان هم زي بعض، وميزان كمان على فكره يعني. فالخمسه دولت هم التوب 5. التوب 3 من تحت قلنا جدي، سرطان، وعقرب. قولوا لي بقى انتوا مين اكتر ثلاث ابراج قابلتوهم حسيتهم مبذرين قوي في الفلوس، وقولوا لي انتوا متفقين معايا ولا لا، عشان في ناس شايفه ناس بتتخانق تحت في اللايف وهم بيقطعوا بعض. يا جماعه لما نقول الابراج الاكثر ليه بنتخانق؟ طب ما نتناقش مع بعض بهدوء كده يعني، يبقى في رقي كده، عشان انا بلاقي ناس بتقفش عليا عشان قلت رايي. اكيد انا مش قصدي ان احنا نزعل من بعض، بس انا رتبت الترتيب عن عناية وعن دراسة يعني، انا تعبت عشان اقعد ارتب وقعدت امسح حاجات واحط حاجات، حللت كل برج وكتبت بالشخصية بتاعته. اكيد مش قصدي ابدي على ناس على ناس، انا حطيت برجي اصلا انا شخصيا في المرتبة السابعة يعني، عشان انا مش مبذرة دي حقيقة. طيب مين اكتر ثلاث ابراج انتوا قابلتوهم مبذرين جدا جدا جدا؟ الحوت كريم بس مش مبذر، عشان في حد سالني، والتور كريم جدا يعني، التور انا ممكن احطه من الابراج الاكثر كرما بس مش مبذر. شكرا بيج هارت، قولوا لي تتفرجوا عليا من فين، واخبار البرد عندكم ايه. شكرا، بحبكم جدا جدا. قولوا لي ايه مين اكتر ثلاث ابراج حريصه قابلتهم، واكتر ثلاث ابراج عندهم تبذير وفييسه كده، فييسين ومبذرين. بشكركم واشوفكم.